أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في لقاء مبارك بإذن الله تعالى، ببركة ما يقال في هذا المجلس من ذكر وتفسير وتوضيح، لعل الله سبحانه وتعالى يجلي عن أعيننا وعن قلوبنا وعن عقولنا ما قد يلتبس من أفهام سقيمة التصقت بنا وجهل نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ بالقاسم القاسمي. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله صيامكم شيخ وقيامكم. الله يبارك فيكم، نحن والمسلمين جميعا إن شاء الله. آمين، ربي يبارك فيكم. شيخ بلقاسم يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هل من توضيح لماذا هذا القرآن سماه المولى سبحانه وتعالى قولا ثقيلا، وما يمكن أن نستنتج من هذه الآية المباركة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحن سنتحدث عن القرآن، والقرآن هو كلام الله، وبما أنه كلام الله فهو غير متناهي وإن تناهت ألفاظه. يعني ألفاظ القرآن متناهية بدليل معرفة عدد الآيات بل عدد الأحرف، ولكن معاني القرآن غير متناهية، لأن الله يخاطب الإنسان أينما وجد عبر سيرورة الزمنية للوجود الإنساني، فبالتالي معانيه غير متناهي ليكون القرآن بذلك صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان. لو ننطلق من هذه الآية التي ذكرتم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلو نحاول أن نبين أركان القول ابتداء. أركان القول هي ثلاث، هي ثلاثة: الملقي والملقى والملقى عليه. الملقي هنا هو الله سبحانه وتعالى بدليل نون العظمة، إنا سنلقي، هو الله سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء، سيلقي خطابه إلى ذوات محسوسة كونية. والملقى هو كلامه اللي هو القرآن. الملقى عليه كذلك غير متناهٍ، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فبما أن الملقى كذلك غير متناهٍ، الملقى عليه من؟ ونحن نعلم أن خطاب الله توجه الله به إلى كل المخلوقات، إلا أن الخطاب الموجه إلى الإنسان تكليفا وإلى غيره تشريفا. كيف ذلك؟ مثلا ربي سبحانه وتعالى خاطب السماوات والأرض: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خطاب الله هو للعوالم التي خلقها الله ولكل مخلوقات الله، والعوالم التي خلقها الله تسمى بالممكنات. فعالم الممكنات كما يقول أبو حامد الغزالي غير متناهية، مستدلا بقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي لا يمكن لعقل الإنسان أن يحصر ويعد عوالم الممكنات التي خلقها الله. شيخ، ويمكن قوله تعالى كذلك: ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، مخلوقات الله كما قال أبو حامد: عالم الأكوان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فبالنسبة لعقولنا غير متناهٍ أيضا. فهذا الخطاب لعوالم الأكوان تمثلت كلها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثلت في شخصه. والله يقول في رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة لعوالم الممكنات غير المتناهية. إذن لما نتحقق من هذا المعنى
وندرك هذا المعنى، ندرك من خلاله قيمة القرآن الذي ألقاه الله على رسوله: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليتحسس الإنسان بعد ذلك بثقل الأمانة التي سيحملها، لأنه حمل أمانة القرآن تكليفا فهو مكلف. وهذا الإحساس بثقل القرآن سيجعل الإنسان يمتثل قدر إمكانه القرآن وأوامر القرآن. والآيات وردت في القرآن آيات كثيرة، فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه هو ورد إلينا بالتواتر المقطوع بوروده، لأننا لو نظرنا إلى بعض الكتابات التي أرادت أن تجعل من القرآن موضوعا للبحث، ونضرب على سبيل المثال محمد أركون مثلا وغيره من الذين تناولوا القرآن، ولكن منهجية تناولهم للقرآن هي منهجية مغايرة لأهل الإيمان. واضح شيخ، هذا سنأتي إليه. نعم. إن شاء الله في مسألة ثقل القرآن شيخ، وإن كنا نتحدث عن القرآن لكن لا بأس ما ذكرته بين قوسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجان. نعم. لكن حسب ما فهمت من طيات كلامكم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لغيرهما، هل من توضيح؟ نعم، هو رسول الله رحمته التي أودعها الله فيه استوعبت العوالم التي خلقها الله، بحيث قالوا: لو أن عالما من العوالم لم ينعم برحمة رسول الله لكان محلا لغضب الله سبحانه وتعالى. هذه العوالم في الأرض، العوالم لا 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 يعلمه إلا الله، في الأرض في السماء في أي مكان، يعني لا يعلمه إلا الله. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم من خلال عقولنا ومن خلال ما يجب معرفته أن نؤمن بعالم الغيب وعالم الشهادة، هذوما العالمان، لأنهم عندهم علاقة بالإنسان، علاقة مباشرة بالإنسان. سنعيش في عالم الشهادة، العالم المحسوس، العالم المشهود، العالم المرئي الذي يعيش فيه، ثم سينتقل بعد ذلك إلى عالم الغيب، ابتداء بعالم البرزخ اللي هو الموت، ثم عالم الآخرة. لكن هل أن العوالم توقفت هنا التي خلقها الله؟ العوالم ليست متوقفة هنا، وإنما ما يعلم جنود ربك إلا هو. هناك عوالم أخرى لا نعلمها، بل في الدنيا هناك عوالم الآن موجودة ونحن لا نزال لا يعني لا نعلمها. وتشوف أنت العقل الإنساني سابق لما كان مثلا يتحدث على الذرة، يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كانوا يعرفون الذرة بأنه النمل الصغير، ثم تطور العلم وأصبحت الذرة لا ترى بالعين المجردة وإنما بالمجهر، ثم تبين وأن الذرة يمكن أن تنقسم كذلك بدورها إلى أجزاء أخرى، وهكذا. يعني هناك عوالم لم يستطع العقل الإنساني أن يدركها إلى الآن. ولعل الجائحة التي نعيشها نحن اليوم هو جرثوم صغير جدا كذلك لا يرى بالعين المجردة، فهو جندي من جنود الله، وهو عالم من العوالم التي خلقها الله، له سننه التي أودعها الله فيه ليعيش من خلالها. فتبقى العوالم التي خلقها الله لا يعلمها إلا الله، فهي كلها مشمولة برحمة رسول الله، تلاقا من هذه الآية: وما أرسلناك إلا، ومن حيث اللغة ما وإلا تفيد يعني الحصر والقصر، أي كأن الرسالة رسول الله هو لنشر الرحمة في مخلوقات الله. سبحان الله، وهذا واضح شيخ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في رحمته بالجمادات والحيوانات. نعم. ربما نعود إلى هذا الموضوع في حلقة مستقلة، ولكن نعود إلى القرآن الكريم شيخ. نعم. وأبدأ بعد السؤال الأول بسؤال بسيط واضح، وهو أن من الواجب علينا حفظ القرآن أم حفظ بعضه أم هو مستحب، وما هو أجر الحافظ؟ نعم، احنا نعرف أن أقسام الحكم التكليفي كما قال علماء الأصول اللي هي خمسة، وكل قسم يزيد ينقسم إلى أقسام أخرى وتفريعات أخرى في نوع من التبسيط شيخنا حتى المشاهدين ونحن نكون في الصورة. نعم. أقسام الحكم التكليفي هي خمسة، اللي هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.
هذه أقسام الحكم التكليفي، يعني أن حركة الإنسان راهي ما تخرجش على حكم هذه الأحكام، إما أن يكون فعله واجبا أو يكون فعله حراما أو يكون الفعل هذا الزر من الإنسان مندوب ولا مكروه ولا في إطار المباح، يعني لم يتعلق به أمر ولا نهي، هذاك المباح. كي نجيو مثلا للواجب أو الفرض، ينقسم بدوره إلى عدة أقسام، لكن إجابة على السؤال سنكتفي بهذين القسمين، ثم الفرض، فرض العين، فرض الكفاية. فرض العين هو يتعين في ذمة المكلف، يعني كل واحد هو مسؤول على القيام بذلك الفرض. مثال شيخ، مثال الصلوات الخمس هي فرض عين، ما يجيش واحد باش يصلي على واحد، الصوم ما يجيش واحد باش يصوم على واحد، هو فرض متعين على كل مكلف، يعني مؤهل للخطاب الإلهي. ثم الفرض الكفاية، فرض الكفاية أنه يكفي أنه يقوم به واحد أو مجموعة من المسلمين ليسقط الإثم على بقية الناس، مثل مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، بحيث إذا صلت مجموعة صغيرة تكفي على البقية، يعني مش معناه اللي ما صلاش باش ياخذ الأجر، لا، يعني ما صلاش هو باش يرفع عنه الإثم. الإثم أما إذا كانت هناك جنازة ولم يصلي عليه أحد، الجهة ذيك كلها آثمة. واضح. ولذلك سماه البعض الآن بفرض الأمة، فرض الأمة، فرض المجموع، واعتبر وأن فرض الكفاية هو أخطر من فرض العين. إحنا صحيح. خطر يمشي في عقولنا وفي مفاهيمنا السابقة أن فرض العين أخطر، ولكن فرض الكفاية أخطر، لأن فرض العين متعلق بذمة الشخص، كان ما عملوش المسألة متعلقة بشخصه هو، يعني أن الضرر غير متعدٍ، ولكن فرض الكفاية هو ضرره متعد لمجموع الأمة، لذلك كان أخطر. وفروض الكفاية هي كثيرة وكثيرة جدا، ولعل الأمة الآن لها كثير من فروض الكفاية غير قائمة بها. في خصوص سؤالنا شيخ أي بالنسبة للقرآن، على القرآن، هل هو فرض كفاية أم حفظ عين؟ القرآن كله فرض كفاية، كفاية حفظ كله. القرآن كله فرض كفاية، وحفظ الفاتحة فرض عين على كل مسلم من أجل أن يصحح بها صلاته. يعني تقولوا فرض الكفاية، لا بد أن تكون هناك مجموعة حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ليرفع الإثم عن بقية الناس. علاش؟ لأنه مش تحفظ القرآن، فلو كان ثم ناس معاش تحفظ، ربما يجي الآخر ويحرف ويبدل ويغير في كلام الله من غير أن يتفطن له الحفاظ. ولذلك كان الأوائل كانوا يحفظون القرآن في الصدور ثم حفظوه في السطور، فكان القرآن محفوظا في كلا، يعني في كلتا الجهتين، محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، ولذلك لم يتطرق إليه التغيير والتبديل والتحريف كما تطرق إلى الكتب السماوية الأخرى، لأن الكتب السماوية الأخرى بقي الوحي في السطور وليس في الصدور. صدور. أجر شيخ حافظ القرآن، لو تعطينا بعض أجر من يحفظ جزء من القرآن أو القرآن كله، حتى نحث أنفسنا والسادة المشاهدين على الحفظ والأولاد والبنات وما إلى ذلك. من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. سبحان الله، هذا حديث أم أثر؟ أي لا، وردت لنا، وردت في حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لو شيخ أو معنى، تعودونا أي معناه. معنى الحديث، حتى لا أكون أمين في نقل الحديث، يعني من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، سبحان الله. فهذا المعنى تقريبا يقارب اللفظ. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي حدثنا، وأن حافظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، يعني لبسهم تاج يوم القيامة لوالديه، فما بالك باللابس اللي سبحان لابس، الله. مش يلبس هو، إذا كان لبس والديه، لأنهم هم كانوا السبب المباشر، كانوا هيئولوا يعني المناخ لحفظ كلام الله، وعونوه ودفعوه ليحفظ القرآن، فيكون خير ما يمكن أن يورثه الإنسان بعده هو أن يورث ولدا حافظا لكتاب الله، لأن مش يبقى الخير متاعه يعني متواصل وش يلقاه يوم القيامة. رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ووضح كذلك، وأن الذي يقرأ القرآن فما بالك بحافظ القرآن، وأن كل حرف من كلام الله بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف
في 10 حسنات، باش الانسان ما يقولش هاي الم، هذه يجي ربما حرف واحد، كل حرف يقراه عنده 10 حسنات، فما بالك بالذي يحفظ هذه الحروف، سيكون الاجر اعظم. وما فما بالك بالذي يمتثل الكلام ربي سبحانه، مع الحفظ يزيد يمتثل، فسيكون الاجر اعظم ان شاء الله. ربي يبارك فيك شيخنا. انا جايين هذا الحفظ الشيخ والتلاوه، هل هي كافيه بالنسبه للمسلم الحافظ او الذي يتلو القران، ولا يحتاج الى فهم معناها ما جاء في القران وتفسيره وتدبره؟ سيدنا عمر سابقا قال: كنا نؤتى الايمان قبل القران. بمعنى يعني انه كان يعرف قبل ما يحفظ. علاش؟ احنا مشينا بعد بمنهجيه اخرى، ربما الزمن تغير، ولا ان نحفظ ومن بعد باش نعرف، ولكن ربما ما نعرفش. باش كي يعني يتوجه الى القران يتوجه بفهم، ويتوجه بتدبر، ويتوجه باقبال. فكان الصحابه لا يتسرعون في حفظ كلام الله، وإنما بعد الإيمان كانوا إذا حفظوا 10 آيات لا يجاوزونها حتى يعملوا بها. علاش؟ خوفا من الوقوع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يقرأ القرآن ويقرأ ويل للمكذبين وهو يكذب، ويقرأ الآية ويل للمطففين وهو يطفف في الميزان، ويقرأ على آيات الربا وهو يتعامل بالربا، فيكون هذا قول مفصول، مفصول عن الفعل، وبش يكون لنا عقوبته أشد. سامحني شيخ، هذا في خصوص العمل. نعم. لكن مسألة الفهم، نعم، الفهم والتدبر، معناه هل من واجب حافظ القرآن أو من يقرأ القرآن أن يفهم الآيات التي يقرأها ويحفظها؟ أم غير لا، هو موش مطالب باش يحفظ كل الآيات وكل معاني الآيات، لأنه ربما يصعب عليه. هو مطالب بأن يعرف الآيات المتعلقة بآيات الأحكام حتى يصحح العبادة متاعه، يصحح العبادة ويصحح المعاملات متاعه، يكون عارف. وأنه مثلا نعطي مثال، توانا مثلا مانيش تاجر، فمش واجب علي باش نعرف أحكام التجارة، مش واجب علي باش نعرف، لأني مانيش نتاجر. نهارة اللي نولي باش نتاجر واجب علي أن أعرف آيات الأحكام المتعلقة بالتجارة حتى أتعامل في هذا الميدان تعاملا مبنيا على معرفة حكم الله سبحانه وتعالى. أنا ما عنديش أموال باش نزكي، مش واجب علي أنا باش نعرف فقه الزكاة. نهارة اللي ولي عندي النصاب باش نزكي، لابد أن أعرف فقه الزكاة باش نصحح العبادة متاعي. معرفة الصلاة واجب على كل مكلف، أنه يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة من أجل أن يصحح صلاته. ما يقولش راني ما نعرفش. ولا يعذر الجاهل بجهله فيما يتعلق بالمسائل التعبدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت، ألا تعلمت؟ ففهم القرآن هو الفهم، مش بالضرورة باش يكونوا احنا على نفس النسق في الفهم، ولكن واحد كي يقرأ يحاول أنه باش يفهم مراد ربي سبحانه وتعالى. إذا ما فهمش هو له أجر بحول الله، بركة القراءة فيها بركة، وقراءة القرآن فيها أجر، ويزداد الأجر بقدر معرفة مراد الله من كلامه سبحانه. ربي يبارك فيك شيخ. وهنا أنك أنا معناها جيتنا النقطة اللي نحب نستوضحها، الإنسان ولو أنه مش مطالب بالفهم التام للآيات القرآن، ومطالب أنه يعرف واجب عليه إذا كان هو في ميدان معين يعرف آياتها، هل هناك فرق بين التفسير معناها الفهم والتدبر؟ معناها هل تفسير القرآن خاص بالعلماء والتدبر خاص بالعلماء، أم العام أو قارئ القرآن يمكنه أن يتدبر أو حتى يفسر؟ نعم، هو التفسير له شروطه وله ضوابطه، ولا يمكن للعامي الذي لا يتقن أدوات التفسير أن يكون مفسرا. لكن كي يقرأ القرآن يفهم، وفهمه لي هو، يعني مش فهمه هو باش يولي يعني يقول هذا هو حكم الله وبعد ذلك يدعو إلى مفاهيمه، وقد يكون الفهم متاعه على غير المراد. يحاول يعني يتدبر.
هذا هو التدبر معناه. والتدبر هو الإنسان أنه يعيش مع كلام ربي سبحانه وتعالى، يعني لما يقرأ يحاول يكون أنه حاضر مع قراءة القرآن. التدبر هو حضور يعني القلب والعقل في قراءة القرآن، هذا هو التدبر. والتدبر هي هي جاية يعني إنسان تدبر في الشيء، أي أمعن النظر فيه، أمعن النظر. فماذا به القاري القرآن أن لا يقرأ ويمر على الآيات مرورا سريعا بحيث لا يفقه، يولي كأنه يتسارع في زيادة الأجر وما يعرفش أن ربي سبحانه وتعالى لا يريد منك العدد وإنما يريد منك الكيف، كيفية القراءة. ربما إنسان يقرأ أقل ولكن بكيفية تدبرية سيكون أكثر أجرا ممن قرأ القرآن كله ولكن بغير تدبر. وربي سبحانه يتوجه إلى عموم الناس، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. التدبر مش هو التفسير، التفسير هو باش يستعمل الأدوات، أدوات التفسيرية، أولها معرفة اللغة العربية. سمحني شيخ، نعم. مش نجوه إن شاء الله بحول التفسير، نعم. لكن في خلينا في مسألة التدبر. ما ذكرتم من عند قراءة هذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وكأن التدبر معناها مش يكون قناة تدبر القرآن، هي القلب، والقلب المقفول لا يمكن له أن يتدبر، معناها هناك شرط لقلب معين حتى يتدبر القرآن. أي نعم، لأن التدبر هي هبة يهبها الله لمن يشاء إذا كان القلب هذا مفتوح لفهم كلام الله، وهذا القلب مجل لكلام الله. كم من إنسان ربما يتناول القرآن ولكن ليس تناوله للقرآن تناولا إيمانيا، يعني مش يتناول وهو مؤمن ومقبل، وإنما يتناول القرآن ربما تناولا معرفيا، يحب يعرف، يحط في القرآن كما قلنا كموضوع من مواضيع البحث، مش يبحث كما يبحث في أي نص آخر، هذا يبقى قلبه مقفل والعياذ بالله، وبالتالي يتوصل إلى نتائج معاكسة لمراد الله من كلام الله. سمحني، هذا من ناحية شيخ، لكن نعم. بالنسبة للمسلم البريء من مما نعم. من هذه نعم. التهمة، لكن الران على القلب بسبب الذنوب والمعاصي كذا، نعم. تقريبا لا ينتفع بالقرآن، وهذا التدبر لا يحصل له غير ذلك. أي نعم، هو التدبر يحصل بقدر إقبال الإنسان على كلام الله، بقدر الهمة الموجودة في القلب، وبقدر الصدق والإخلاص، وبقدر قراءته للقرآن، وهو يريد من خلال قراءته للقرآن أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. رب يعطيه من الفهم، بل قد يمده من الفهم ما لا يمد به حتى عالم، لعنده الأدوات المعرفية باش يفهم القرآن. ولذلك كما ذكرت الآية، أم على قلوب أقفالها، يعني من لم يتدبر القرآن فقلبه مقفل، والقلب مقفل ما هيش باش يدخل يعني كلام ربي سبحانه وتعالى، لأن قلبه خرب، والقرآن لا يدخل بيتا خرب، بيتا ما فيش ربي سبحانه وتعالى. فتدبر هي مسألة تتفاوت فيها الناس بقدر صدقها وإخلاصها وإقبالها وصفاء قلوبها يكون التدبر. ربي يبارك فيك شيخ. قبل أن نمر لمسألة التفسير، أريد العود لما بدأتم فيه في خصوص الحافظ للقرآن أو القارئ للقرآن وغير العامل به، كما ذكرتم أن الله لا يحب معناها كل مختال فخور، هو يختال، معناها إنسان ربي ينهى عن الكذب وهو يكذب. هل هذا عندما يقرأ القرآن يؤجر على قراءته ويأثم على عدم التطبيق، أما لا يؤجر على التلاوة ويأثم على عدم التطبيق؟ هو القرآن أما أن يكون حجة لصاحبه أم حجة عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سيشكو الناس الذين هجروا القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. متى ستكون هذه الشكوى؟ هذه شكوى يوم القيامة. يوم القيامة. يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الذين هجروا القرآن. وهجران القرآن إما أن يكون هجران تلاوة أو هجران عمل. هجران تلاوة بحيث يصبح القرآن موجودا في الرفوف ولا تتحرك به الألسنة في القراءة،
وكذلك القرآن مجرد على حركة الحياة، إنسان يتعامل بما يرى وليس بما يرى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان يقرأ القرآن وهو يريد التقرب إلى الله، لكن بعد ذلك وقع في الغفلة خانه يعني ضعفه الإيماني، فهذا بحول الله معفو عنه إن شاء الله، وله أجر قراءة القرآن. أما شكون هو اللي ربي توجه إليه بالوعيد؟ هو الذي يقرأ القرآن ليس للقرآن، وإنما يقرأ القرآن ليماري به الناس، ليجعلهم يراء. ووردت في حديث، معناه يمكن نذكر حتى البعض منه، حديث في صحيح مسلم، وحديث حقيقة مخيف، قال لي الإنسان دائما يراجع النية والقصد قبل العمل. حديث ذكره أبو هريرة أن أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة رجل استشهد فجيء به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، يعني على الوجه يعني كركروه حتى يلقى في النار لأنه يقلب بالحقائق هو. ورجل آتاه الله علما وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والصنف اللي ذكره نكملوه احنا حديث بما نبدينا فيه، الصنف الأخير اللي ذكره الحديث هو رجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت، قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الشاهد لهنا ليقرأ القرآن ليقال قارئ، يجود ويحسن في صوته ليقال فلان له صوت جميل، رياء رياء وسمعة. نعم، أو يجعل من القرآن وسيلة للتكسب مش للدعوة إلى الله، للتكسب. فهذايا يولي قراءته للقرآن لا تزيده من الله إلا بعدا، وكما ورد رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، والعياذ بالله. رب يبارك فيك شيخ، ورب يسترنا من اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما بعدت بين الأرض والسماء، ورب يرزقنا الإخلاص والقرب منه. رب يبارك فيك شيخ على هذه الإفاضة الطيبة، ونحن لم نكمل الحديث في حلقة قادمة إن شاء الله، نكمل الله الحديث. ربي يتقبل صيامكم شيخ وجزاكم خير. سيداتي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي نرجو من الله أن تكون ونكون جميعا قد استفدنا منها. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ورفع عنا الله هذا البلاء والوباء وكل مرض وعضال داء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.